نبدأ مع بعض النهاردة إن شاء الله درس، أول درس في الرياضيات تاني إعدادي، واللي بيتكلم عن الجذر التكعيبي للعدد النسبي. بيبدأ المنهج كالعادة بمراجعة، وبيتكلم في المراجعة النهاردة عن مجموعات الأعداد، وإن إحنا عندنا أعداد زي مجموعة أعداد العد اللي إحنا بنستخدمها في العد أيا كان، يعني لما نقول ما تبدأ تعد أي حاجة بتبدأ من الواحد، اتنين، تلاتة، أربعة، إلى ما لا نهاية. مجموعة الأعداد الطبيعية بقى بنضيف على دول الصفر، يبقى عندنا مجموعة الأعداد الطبيعية من الصفر، واحد واتنين وتلاتة وهكذا. يعني مجموعة الأعداد العد لما بنضيف عليها الصفر بتبقى بتكون عندنا مجموعة الأعداد الطبيعية. مجموعة الأعداد الصحيحة عبارة عن أعداد الموجبة، واحد واتنين وتلاتة وما إلى ذلك، أهو إلى ما لا نهاية، يعني واحد اتنين تلاتة وسالب واحد وسالب اتنين وسالب تلاتة ومعاهم كمان الصفر، يبقى دي مجموعة الأعداد الإيه؟ الصحيحة. الصحيحة الموجبة والصحيحة السالبة هي القسمين بتوعها يعني. وبعدين بنخش بعد كده على العدد النسبي. العدد النسبي هو أي عدد أقدر أحطه في صورة بسط ومقام، يعني مثلا 16 على 20 ده عدد نسبي. الاتنين عدد نسبي لأن الاتنين في الأصل عبارة عن 2 على 1. 4 على 6 عدد نسبي، نص عدد نسبي. 25% ده عدد نسبي لأنه عبارة عن 25 على 100 أو بيساوي 1 على 4، هي نفس القيمة. يبقى أي عدد أنا بقدر أحطه في صورة ألف على ب، بحيث إن ألف وب أعداد صحيحة والمقام ما بيساويش الصفر، لأن أنا ما ينفعش أقسم على الصفر، فده يعتبر عدد نسبي. يبقى أي عدد في صورة ألف على ب بحيث إن الألف والب أعداد صحيحة وب دي ما تساويش الصفر، يبقى إذا ده عدد إيه؟ نسبي. القيمة المطلقة للعدد النسبي ورمزها معروف، لما أقول إن القيمة المطلقة لسالب 9 بتساوي 9، والقيمة المطلقة لتسعة بتساوي إيه؟ برضو 9. إذا لما يكون عندي قيمة زي ألف، القيمة المطلقة للألف بتساوي 5، يبقى الألف ده عبارة عن إيه؟ يا إما سالب 5 يا إما إيه؟ موجب إيه؟ 5، لأن القيمة المطلقة لسالب 5 هي 5، والقيمة المطلقة للموجب 5 برضو هي إيه؟ 5. طيب الصورة القياسية للعدد النسبي ببساطة عبارة عن رقمين مضروبين في بعض أحدهم 10 أس نوم، يعني العدد النسبي اللي هو 25 على 10 ده عدد نسبي، لكن ده مش الصورة القياسية بتاعته، دي مش الصورة الأمثل يعني. أمال إيه الصورة الأمثل أو الصورة القياسية بتاعته اللي المفروض يكون هو أنسب صورة ليه؟ اللي هي بتساوي واحد، هو عبارة عن 1 على 4 أو 25 من 100، يبقى ايه؟ يبقى 25 هنحطه في صورة ايه؟ ألف في نون في 10 أس نون، يعني مثلا 25 من 100 يبقى عبارة عن ايه؟ عبارة عن 2.5 مضروبة في 10 أس سالب 1. جات ازاي دي؟ يعني ازاي 25 من 100 بقت عبارة عن 2.5 في 10 أس سالب 1؟ حولنا العدد من الصورة دي للصورة القياسية اللي هو بيكلمنا عنها. هقول لك ازاي. شوف اي مساحة كده، مثلا هو عبارة عن 25 من 100، يعني 25 على كام على 100، هي نفس الايه؟ نفس القيمة، 25 على 100. طيب نقسم الاتنين على 10، ده على 10 فيها 2.5، وده على 10 فيها الايه؟ على 10، يبقى عبارة عن 2.5 مقسومين على ايه؟ على 10. لو انت طلعت ال 10 دي فوق هتبقى 10، لما تطلع فوق تبقى 10 أس ايه؟ هي هنا 10 أس 1، لما نطلعها في البسط تبقى 10 أس سالب 1، يعني العدد بيساوي 2.5 مضروبة في 10 أس سالب ايه؟ 1. يبقى انا كده قدرت احول الرقم او العدد النسبي للصورة القياسية. جايب لي هنا مثالين، بيقول لي 25 اهو، 25 و32 من 100 في 10 أس 4، عايز احطه في الصورة القياسية. الصورة القياسية بتقول لي ان العدد ده
لما أقول مثلا العدد عبارة عن ألف في 10 أس ن، ألف ده ما يقلش عن الواحد وما يزيدش عن ويقل عن العشرة، يعني ما بين الواحد والإيه 10، الألف ده أكبر من الواحد وأقل من الإيه من العشرة، النون ده عدد نسبي. يبقى هنا 25 دي مفروض إيه نقسم على 10 عشان تبقى 2.5، تبقى أقل من الإيه العشرة، هنقسم هنا على 10 تبقى 2 و5 3 2، مضروبة في إيه؟ إحنا قسمنا هنا على 10، يبقى هنضرب هنا في إيه؟ في 10، يبقى في 10 أس 5، ماشي؟ يعني هو العدد هنا 25 أهو، في 10 أس 4، هنقسم على 10 ونضرب 10 في نفس الوقت، قسمنا ده على 10 وضربنا ده في 10، فالأس الأربعة بقت أس إيه؟ 5. العدد 53 و3 أصفار وعلامة عشرية، عايز احطه في ايه في الصورة القياسية. طب هو هنا اصغر من الواحد؟ لا، العدد ده عشان اضربه عشان احطه في الصورة القياسية لازم يكون ايه اقل حاجة واحد. طيب هنحرك الايه العلامة دي كام؟ هنحركها 0 2 3 ونحركها هنا كمان يبقى 4، يبقى احنا ضربناها في ايه في 10,000، علشان يبقى 5 و3 من 10 مضروبة في ايه في 10، احنا قلنا ايه ضربناها في 10,000، هنقسمها كمان على 10,000. ايه 10,000 دي؟ اللي هي 10 أس سالب 4. يبقى انت لما تقسم حاجة على 10,000، 1 2 3 4، 10,000 عبارة عن ايه 10 أس 4، هضرب 1 في 10 أس سالب 4. العدد ان طبعا ده كل ده احنا درسناه قبل كده ودي مراجعة عليه. العدد النسبي المربع الكامل هو العدد الموجب الذي يمكن كتابته على صورة مربع عدد نسبي. يعني ايه؟ يعني مثلا زي ما بيقول كده، الواحد ده عدد نسبي مربع كامل. ليه؟ لان هو ممكن اكتبه عبارة عن 1 في 1. كذلك الاربعة عدد نسبي مربع كامل لان هو عبارة عن ايه 2 تربيع، وده الواحد ده 1 تربيع. التسعة عدد نسبي مربع كامل لان هي عبارة عن 3 تربيع. 9 على 16 عدد نسبي مربع كامل لانه اصلا بيساوي 3 على 4 الكل تربيع. هنكمل هنا. العدد اللي هو 2 2 وربع ده عدد نسبي مربع كامل ليه؟ لما نرفع الكسر يبقى 2 في 4 ب8 مع الواحد يبقى 9 على 4، ده عدد نسبي مربع كامل لانه عبارة عن 3 على 2 الكل تربيع. يمكن كتابة يعني العدد النسبي المكعب الكامل اللي هو اقدر اكتبه على صورة عدد نسبي مضروب يعني مرفوع لأس 3. يعني الواحد عدد نسبي مربع كامل لانه عبارة عن 1 أس 3. التمانية برضو عبارة عن عدد نسبي مكعب كامل لانه عبارة عن 2 أس 3. سالب 27 مكعب كامل لانه عبارة عن -3 الكل ايه تكعيب، وهكذا. الجذر التربيعي لعدد نسبي مربع كامل دي يعني مسألة درست. مثلا العدد 16 على 25 اهو له جذرين تربيعيين، ايه هما؟ 4 على 5 وسالب 4 على 5، لان ده لما مربعه بيساوي 16 على 25، وده كذلك مربعه بيساوي 16 على 25. اذا لما اقول ان العدد 25 له جذرين تربيعين، ايه هما؟ سالب 5 وايه و5، لان 5 ده لما اضربه في نفسه هيديني 25، وسالب 5 برضو لما اضربه في نفسه هيديني 25. جذر 9 له جذر، 9 عليها جذر تربيعي اللي هو ايه 3. ليه؟ لان لما اضرب 3 في نفسها يعني 3 تربيع بتساوي ايه 9. جذر ألف على ب تربيع بيساوي القيمة المطلقة لألف على ب. يبقى لما يكون عندي جذر تربيعي ل25 على 4 الكل تربيع، ده بيساوي القيمة المطلقة ل25 على 4.
ماشي. لا هتبقى هنخلي ليها الربع الاول، يبقى هي الجذر التربيعي، الجذر التربيعي 25/4 بتساوي الجذر التربيعي 5/2، كل تربيع بتساوي القيمة المطلقة لخمسة على ايه؟ على 2. الجذر التكعيبي للعدد النسبي. هو ده كده بدأنا الدرس بتاع النهاردة. لما نقول عندي مكعب، المكعب ده طوله مثلا، طول حرفه 3 سنتي، يبقى حجم المكعب ده عبارة عن 3 طول في العرض في الايه؟ في الارتفاع، يعني بيساوي 27 سنتيمتر مكعب، لان حجم المكعب بيساوي طول الحرف في نفسه في نفسه. طيب العبرة هنا بقى لما يقول لك ان انا عندي مكعب مثلا حجمه 125 سنتيمتر مكعب، عايز طول حرفه، هيجي ازاي؟ يبقى طول حرفه عبارة عن عدد اضربه في نفسه 3 مرات، عدد س مثلا، س في س في س يديني ايه؟ 125. يبقى طول حرف المكعب ده عبارة عن الجذر التكعيبي ل 125. الجذر التكعيبي لأي عدد له طريقتين، ان انا احلله لعوامله الأولية، او ان انا استخدم الايه؟ الآلة الحاسبة. هو هنا قسم 125/5، طلعت فيها 25/5 فيها 5/5 فيها 1، يعني التلات الخمسة مضروبة في نفسها 3 مرات يدينا ايه؟ 125. إذن الجذر التكعيبي ل 125 بيساوي ايه؟ بيساوي 5. المكعب اللي حجمه 125 سنتيمتر مكعب يكون طول حرفه كام؟ 5 سنتي. قواعد الجذر التكعيبي، ان الجذر التكعيبي للعدد النسبي الف يرمز له بالجذر ومكتوب عليه 3 كده، الجذر التكعيبي الالف. يبقى انت عايز تجيب الجذر التكعيبي لألف، بنكتبها الجذر التكعيبي لألف. الجذر التكعيبي لعدد نسبي موجب يكون موجب، يعني الجذر التكعيبي ل 125 طلعت كام؟ 5. الجذر التكعيبي لسالب 125 بيبقى ايه؟ سالب 5. الجذر التكعيبي للصفر هو الصفر. الجذر التكعيبي لألف تكعيب بيساوي ايه؟ بيساوي ألف. طيب لما نكون عايز اجيب الجذر التكعيبي لعدد نسبي مكعب كامل، بعمل حاجة من الاتنين، يا اما احلله لعوامله الاولانية او بستخدم الالة الحاسبة. بيقول لاحظ ان العدد النسبي المكعب الكامل له جذر تكعيبي 1 وهو عبارة عن عدد نسبي ايضا. كان عندنا الجذر التربيعي لعدد نسبي مربع كامل له جذرين، واحد منهم موجب واحد ايه؟ سالب، لانه لما بيضرب في نفسه الاشارة السالب بتروح، لكن هنا لا، الإشارة السالب بتفضل زي ما هي أو الموجبة بتفضل زي ما هي، لذلك العدد النسبي المكعب الكامل له جذر تكعيبي 1 فقط. طيب استخدم التحليل لإيجاد قيمة كل من الجذر التكعيبي الألف والجذر التكعيبي لسالب 216 والجذر التكعيبي لتلاتة وتلاتة على 8. الجذر التكعيبي للألف، هقسم الألف، قسم الألف على 2، فيها 500/2 فيها 250/2 فيها 125/5 فيها 25 وعلى 5 وعلى 5 كمان. يبقى العوامل الأولية عبارة عن 3 اتنينات و3 خمسات، هناخد من الاتنين دول، من التلاتة دول واحدة يبقى 2، ومن التلاتة دول واحدة يبقى 5. 2 × 5 بكام؟ ب10. إذن الجذر التكعيبي للألف بيساوي كام؟ 10. سالب 216 لما أجيب الجذر التكعيبي ليها هيبقى بالتحليل، هنقسم ال 216 على 2 مثلا، فيها ايه؟ 108 على 2 فيها 54 على 2 فيها 27 على 3 بقى فيها الايه؟ فيها 9 على 3 فيها 3، يبقى عندنا 3 اتنينات و3 تلاتات، دول هناخد منهم 2 واحدة، وناخد 3 تلاتات هناخد منهم 3 واحدة. الاتنين في 3 بكام؟ ب6. يبقى الجذر التكعيبي ل 216 6، لكن احنا عندنا جذر تكعيبي اللي بالسالب، يبقى الجذر التكعيبي لسالب 216 كام؟ سالب 6. ماشي، وهكذا. اوجد طول نصف قطر كرة حجمها 4851 سنتيمتر مكعب. يبقى هو هنا مديني حجم الكرة اللي هو بيساوي ايه؟ 4 × 3 باي نق تكعيب، وحجمها بيساوي ايه؟ 4851 سنتي. يبقى انا عندي 4851 بيساوي 4 على 3
باي نق تكعيب، ماشي؟ يبقى معنى كده ان نق تكعيب بيساوي 4851 على 4 على 3 مضروبة في 22 على 7. هنقسم بقى، هنضرب العكس، يبقى عبارة عن 4000، يبقى نق تكعيب بيساوي 4851 مضروبة في 3 في 7 على 4 في 22، قلبنا الايه الكسرين، يبقى هتبقى 21. وهنختصرها وبالنهاية هنجيب قيمة نق تكعيب، هيساوي الجذر نق نصف القطر هيساوي الجذر التكعيبي للطرف الثاني. حل المعادلات الآتية: س تكعيب بتساوي 8، يبقى س بتساوي ايه؟ س تكعيب بتساوي 8، يبقى اذا س بتساوي الجذر التكعيبي ل 8 بتساوي كام؟ 2. س تكعيب زائد 9 بيساوي 8، س تكعيب زائد 8 زائد 9 بيساوي 8، يبقى س تكعيب بتساوي 8 ناقص 9، يبقى س تكعيب بتساوي 1، يبقى س بتساوي جذر تكعيب الواحد يعني بتساوي 1. س ناقص 2 الكل تكعيب بيساوي 125. نقدر نقول ان س ناقص 2 الكل اس 3 بيساوي 5 الكل اس ايه 3، يبقى س ناقص 2 بيساوي 5، يبقى س بتساوي 5 زائد 2 يبقى س بتساوي 7، وهكذا. اتمنى تكونوا استفدتم من درس النهارده وعرفنا الجذر التكعيبي لعدد نسبي مكعب كامل والجذر التربيعي لعدد نسبي مربع كامل، واراكم في فيديو قادم ان شاء الله، والى اللقاء.